كنا فيك، كنا فيك، رحنا فيك، كان أملنا كل فيك تحضني في الطيبين، كان منانا نعيش لخيرك، صرنا ساكنين حضن غيرك. ليه؟ ليه تنكري يا مصر طيرك واحنا قتلنا الحنين؟ مهما شفنا برضو منك انت منا واحنا منك، مستحيل تستغني عنا ومستحيل نستغني عنك حتى لو زاد الأنين. عهدنا بالحب باقي يماتي بيزيد اشتياقي، وحلمنا يوم التلاقي واحنا فيكي متجمعين، واحنا فيكي متجمعين، واحنا فيكي متجمعين. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، أيها المتابعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا، واللقاء متجدد مع برنامجكم في المهجر، حلقة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. بسرعة كده، عشان مهما عملت عشان أدي أكبر وقت للدكتور أكرم، برضو للأسف الوقت بيسرقنا وما بنلحقش. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أهمية فقه الأقليات والمغترب، وهل في أصلا ضرورة للفقه ده ولا لا، وتكلمنا كمان عن أسبابه، وإن في كتير من الفتاوى بتكون من فقهائنا في بلادنا ومش ملمة بكل تفاصيل حياتنا في الخارج. وكمان قلنا إن مش علشان إن مغترب يبقى يترخص له في الفقه، وفي ضوابط لازم امشي عليها، في حاجات اخد برخصتها وفي حاجات خلاص بقى كفايه يعني اعيش حياتي. حتى انا فاكر المره اللي فاتت دخلت في مناقشه مع الدكتور اكرم، وقلت له يعني احنا متدلعين قوي، فزعل قوي من لفظ متدلعين ده، ان احنا بنقول متدلعين من ربنا يعني. قال يعني لا، في بحبوحه وفي قلت له بس اللي بيحصل ده كله فعلا احنا يعني بلاش. المهم انا ليا سؤال من المره اللي فاتت، خلوا بالكم بس اول ما نخش مع الدكتور اكرم فكروني اقوله له، ولو ان اعتقد ان هو ما نسوش. في بعض الحاجات في بلادنا في الغربه بتتيح لينا فرص مش موجوده اساسا في بلادنا، وبنقدر نتقرب ونمارس حياتنا الدينيه افضل من اوقات تانية لما بنكون في الغربه. انا بس بقول الكلام ده عشان نربط حلقه الاسبوع اللي فات باليوم، وننطلق على بركه الله ونرحب معاكم وبيكم. رحب بضيفنا، مش ضيفنا بقى، احنا اللي ضيوف عليه، الاستاذ الدكتور اكرم كساب، وننطلق ونشوف ماذا في جعبته اليوم. دكتور اكرم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيا الله الأخ الحبيب الأستاذ الفاضل الأستاذ وجد العربي. مرحبا بك يا أستاذ. مرحبا بكم يا مولانا، الله يخليك ويبارك في عمرك يا رب. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فقه المغترب، يعني الترخص والضرورة وكمان الأسباب التي دعت إلى هذا الفقه. حضرتك بقى بعد إذنك نكمل النهاردة ونعرف الناس ما أهداف فقه الأقليات أو فقه المغتربين، بس خلي بالك قبل ما نقول السؤال ده، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن القبلة، ولابد أن الواحد ياخد القبلة، وطبعا كان في عندي بعض الأسئلة، إزاي الواحد في الطيارة مثلا هيتوجه إزاي؟ طب والطيارة ساعات ما بعرفش أقف في مكان، هل أقف على الكرسي اللي أنا قاعد عليه يعني أقف في المكان اللي أنا فيه، ولا لازم أطلع برة كده شوية، لأن لو الطيارة صغيرة ما أقدرش أقف هزن على الناس كلها. المهم يعني خلينا نخلص الأول البداية ونقول إيه أهداف فقه الأقليات أو فقه المغتربين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدنيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيب الله جل وعلا يعني كل من له جهد في هذا اللقاء من معد ومشرف ومقدم ومحاور ومحاور والإخوة في الإعداد والإخوة في يعني التصوير والإخراج وكل هذه الأشياء والحضور معنا إن شاء الله تعالى من المشاهدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، اللهم أمين آمين آمين. ونعود إلى ما تفضل به الأستاذ الفاضل الأستاذ وجدي فيما يتعلق بأهداف فقه الأقليات أو فقه المغتربين. احنا قلنا قبل ذلك بأن هذا الفقه ليس فقها جديدا ولا حادثا وليس ابن القرن العشرين ولا الواحد وعشرين، وإنما هو فقه قديم بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب النبي عليهم رضوان الله تعالى في مكة المكرمة وفي الحبشة كذلك، حين كانوا قلة مستضعفة أقلية أشبه ما يكون بجالية مغتربة، حتى وإن كانوا في مكة بين أهليهم وذويهم لكنهم كانوا غرباء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمة الله عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا شك أن هذا الفقه يعني تأصل له فيما بعد بهذا المصطلح إلى فقه الأقليات أو المغتربين أو إلى آخره، زي بالضبط ما قلنا قبل ذلك بأن هناك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها فقه المواريث، ولم يكن أصلا حاجة اسمها فقه ولا عقيدة ولا جانب عبادات، وإنما هذه الأمور تعارف عليها العلماء فيما بعد وأصبحت هذه التفصيلات وتلك التفريعات التي تخدم طالب العلم وتخدم المسلمين كذلك. الآن حديثنا الآن عن أهداف هذا الفقه. لماذا هذا الفقه؟ هذا الفقه لا شك أنه له أهداف مهمة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجالية. يبقى عندنا ثلاث محاور أساسية. هذا الفقه أو هذا النوع من الفقه نشأ ليخدم ثلاثة أطراف، ثلاثة جهات أو ثلاثة محاور. المحور الأول هو الفرد نفسه. الفرد نفسه، واعود لكلمه ان احنا مدلعين والشرع مدلعنا، الشرع مدلعنا يا استاذ وجدي، ما فيش اشكاليه، اتفق معاك في هذا، الشرع مدلعنا. الشرع مدلعنا اذا كنت ستنقول هذا بمعنى انه تيسير، نعم تيسير. وهل الدين قام الا على التيسير؟ اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع هذا الشعار في الحج، اللي هو البعض يظن انه فيه مشقه، فكان شعار النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل ان يقول افعل ولا حرج. طيب هذا الفقه أهدافه إيه على مستوى الفرد؟ على مستوى الفرد رقم واحد إن الإسلام أن هذا الفقه يريد أن يحافظ على حياة ميسرة لا حرج فيها، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. ولذلك إحنا عندنا قاعدة أساسية قائمة تقول بأن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع. يعني إيه المشقة تجلب التيسير؟ يعني كل ما الإنسان الأمور يعني تجلب تحدث المشقة وتزداد المشقة وتزداد المشقة، اعلم كلما جاءت المشقة وازدادت المشقة جاء التيسير من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا مطلوب مني أن أنا أصوم. طيب إذا مرضت في مشقة، يبقى يا سيدي ابسط وتدلع لحد الصبح. ليه؟ لأن خلاص يسقط الصوم على الإنسان حال مرضه. يبقى إحنا محتاجين نقول إن هذا الفقه العظيم الذي ينادي به العلماء إنما على مستوى الفرد يريدون إن الإنسان يحافظ على دينه في أو بمعنى أدق يحافظ على حياة ميسرة ميسرة، لا حرج في الدين ولا إرهاق في الدنيا. طب الكلام ده تمام، احنا ممكن نقول انه موجود في كل مكان، صح موجود في كل مكان، لكن يزداد هذا الامر في الغربه التي يعيشها الناس، لان الانسان في غربته لا يعيش في وطنه الاصلي، لا يعيش بين اهله، لا يعيش بين اقربائه، بعضهم يعيش بعيدا عن ماله، عن بيته، عن 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 اكله، فلا بد ان يكون التيسير حاضرا. رقم اثنين من هذه الاهداف على مستوى الفرد هي قضيه الخروج عن المعنى التقليدي للعباده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا الفقه
بيؤصل للإنسان أن يعيش الإسلام بشموله بتكامله بتوازنه، زي ما قال حسن ابن عبد الرحمن السعاتي رحمة الله عليه، قال الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دين ودولة أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. يبقى لابد أن احنا عايزين نعلم الإنسان المسلم المغترب أن دينك وفقهك في حياة الغربة ليس معناه أن تعيش منفردا، ليس معناه أن تعيش منزويا، ليس معناه أن أنت هتصلي وتصوم وبس، لا، ده أنت بتصلي وبتصوم وبتنضبط بكل أحكام الشرع. وإضافة إلى هذا كله أيضا، واجب عليك أن تعرف الناس بما أنزله الله جل وعلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. رقم ثلاثة، المحافظة على هوية، على الهوية الإسلامية. فقه الأقليات بيحاول جاهدا أن هذه الأقلية المغتربة، هذه الأقلية المسلمة، ينبغي عليها أن تحافظ على أمر دينها، ينبغي عليها أن تحافظ على هويتها. يصعب على الإنسان في الغربة أن يعيش وحيدا أن يحافظ على الهوية. ما الذي يضبط له الحفاظ على هذه الهوية؟ هذا الفقه الذي يقوم على التيسير، يقوم على التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. هنا يحافظ الإنسان على هويته الإسلامية من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، يحافظ على لغته حتى وإن تعلم لغة القوم. هذا الفقه أيضا من أهدافه أن يجيب على الأسئلة المطروحة من الأفراد والقضايا الشائكة في حياتهم. ولماذا؟ لأني الإمام، خلينا نقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لما خرج من العراق إلى مصر أنشأ مذهبا جديدا، قالوا عنه الجديد، المذهب الجديد، قال الشافعي في القديم وفي الجديد. فإذا كان سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه غير من آرائه وأقواله ومن مذهبه، وهو قد انتقل من العراق وهي دولة مسلمة إلى مصر وهي دولة مسلمة في زمن لا تطور فيه كبير، فكيف لو عاش الإمام الشافعي وخرج رحمة الله عليه من العراق أو من مصر أو من الجزائر أو من تونس أو من المغرب، وأتى إلى أي دولة من دول أوروبا أو أمريكا، فعاش في فرنسا أو في أمريكا أو في أي دولة، لابد أنه كان سيغير كثير مما قاله رحمة الله عليه. على مستوى ده، على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة يعني، أو الأهداف الجماعية، على مستوى الجماعة، وأعني بالجماعة هنا الأسرة المسلمة، أعني بذلك العائلات. هناك أيضا أهداف لهذا الفقه، من أهم هذه الأهداف هو الاندماج في داخل المجتمع كما ذكرنا قبل ذلك، بحيث يندمج الإنسان لكنه لا يذوب. الإنسان في نفس الوقت يعيش مع الناس من حوله بما يعني في كل حياتهم، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، بل في نفس الوقت يلبس كما يلبسون، كل ذلك بدون مخالفة شرعية، فهو معهم فيما لا يخالف الشرع، وهو بعيد عنهم فيما خالف الشرع، وهو كما قال علماؤنا اندماج بلا ذوبان ومحافظة بلا انغلاق. اثنين، الانتقال من الحياة الفردية إلى الحياة الجماعية، من ضمن أهداف فقه المغتربين، فقه الأقليات، أنهم ينتقلوا من الحياة المنزوية في واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وفقط، إلى إنسان لا، إلى إنسان ينطلق فيتعامل مع إخوانه، مع أهله، مع المجتمع الذي يعيش فيه، مع المسلمين، مع غيرهم، لا بد من هذا. وبالتالي هو يسعى إلى أن الإنسان يكون هذا الفقه، إلى أن الإنسان المغترب يكون ثقافة عنده، ثقافة شرعية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى توعية هذه الأقلية أو هؤلاء المغتربين بما علمه الله سبحانه وتعالى وبما أفاء الله جل وعلا عليه. أهم أو من النقاط المهمة جدا للغاية، هذا الفقه يسعى إلى إيجاد ما يسمى بوحدة فكرية. وحدة فكرية يعني إيه؟ يعني حالة من حالات، يعني كما قال ربنا جل وعلا في سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى ما يبقاش كل واحد منفرد ماشي برأي هنا ورأي هناك. صحيح الاختلاف في الفقه أمر وارد، بل هو أمر مطلوب، لأن الناس مختلفين في الطبائع والعادات، مختلفين في أمورهم الشخصية، لكن في الأمور العامة ينبغي أن تكون هناك وحدة فكرية. فليس من المقبول أن إحنا يبقى عندنا، وده للأسف ما زال موجود حتى الآن، أن يبقى عندنا ناس بتعيد يوم السبت وناس تعيد يوم الحد، ناس تبدأ الصيام في يوم الجمعة وناس تبدأ الصيام يوم الخميس. هذا أمر غير مقبول، لأن الوحدة الأمة الإسلامية مطلوبة
يعني كما قال ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب الاختلاف، ما احنا واحد ممكن يقول ما انت بتتكلم عن الاختلاف، انا اقول الاختلاف يعني ان وجد في الدول الاسلاميه قد يكون، يعني مثلا ممكن تونس تصوم السبت، ممكن هذا وارد عند بعض الفقهاء، ومش عارف ليبيا تصوم الحج، ومجموعه من ونعمل كده زي تصفيات كاس العالم كده، يبقى او يعني اللعب في كاس العالم، يبقى عندك مجموعه تصوم السبت ومجموعه تصوم الحج، هذا مقبول ماشي، ما فيش إشكالية، وإن كان مقبولا في القديم لكن الآن نحتاج إلى وحدة أكثر، لأن زمان كان لم يكن هناك تقارب البلدان كما هو الآن. لكن لو افترضنا أن اختلاف هناك في الدول باعتبار أن دولة ممتدة، هل يجوز أن يكون فيه خلاف بين مسجد بينه وبين المسجد الثاني 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو؟ هذه أمور غير مقبولة في زماننا هذا. يبقى أمر أخير وهو الأهداف العامة لهذا الفقه التي تتعلق بالجالية كل الجالية، يبقى احنا على مستوى الفرد، على مستوى الأسر والعائلات، يبقى على مستوى الأفراد والأسر الجالية كلها، المجتمع الذي يعيش في بلد ما. نقول إن من أهداف هذا الفقه أنه يحقق خصائص الأمة التي أنيطت بها. من أهم خصائص الأمة أن هذه الأمة جعلها الله جل وعلا أمة شاهدة. شاهدة بمعنى إيه؟ في سورة البقرة في الآية 143 يقول ربنا جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ ليه؟ إيه السبب؟ لتكونوا شهداء على الناس. هذه الشهادة تجعلنا نقيم شرع الله جل وعلا في أنفسنا، ثم نقدم الشهادة للناس بأن هذا الدين هو الدين الحق، وأنه دين الله جل وعلا، وأنه كلمة الله الأخيرة ورسالة الله الأخيرة من السماء إلى الأرض، ونقدم لهم صورة من صور الانفتاح على الناس. ودي تجعلنا نقول بإن فرصة من أهم أهداف فقه الأقليات أنه يقدم فرصة عظيمة أن نتعامل مع الآخر. هذا الآخر من أهل البلد، هذا الآخر ممكن يكون يهودي، ممكن يكون نصراني، ممكن يكون ملحد لا دين له، كافر بالله جل وعلا. فلا بد هذا الفقه هو الذي يوجد الطرق المناسبة للتعامل مع هؤلاء الناس. آخر نقطة وهي إني هذا الفقه يصحح الفكر الخاطئ أو النظرة الخاطئة عند الآخرين التي ربما يفهمون أن الإسلام دين تطرف ودين إرهاب والاضطهاد للمرأة والنوع من أنواع البغض. لا، نحن هذا ما يقدمه الإعلام الغربي للأسف الشديد. ففقه الأقليات من الواجب أن يقدم الصورة الراقية للدين، لدين الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت أصلك بتبتدي وبتخليني أسرح معاك وأعيش، وفي ناس عمالة تخاطبني وتسألني أسئلة على الصفحة، لكن وبتجرجرني في حاجات. يعني حضرتك دلوقتي اللي فتحت سكة كأس العالم، احنا بنهني الأمة الإسلامية والأمة العربية بوصول المغرب أحد 8 فرق، أحسن 8 فرق في العالم دلوقتي. الله، طب ليه ما نبقاش أحسن 4 فرق؟ وليه ما نبقاش أحسن 2؟ وليه ما نبقاش بطل كاس العالم؟ ليه ما لا؟ واي نوت زي ما بيقولوا. لكن الحقيقه مباراه النهارده اللي لسه منتهيه من شويه قبل ما نيجي، المغرب ما كانتش بتشتت كوره، ما كانتش بتلعب ديفنس جيم، لا، المغرب كانت بتبادل الهجمه بهجمه. واذا كانت اسبانيا ضاع منها هدف واثنين وثلاثه واربعه، فقد ضاع برضو من المغاربه هدف واثنين وثلاثة وأربعة. نهني أنفسنا لأن هذا الانتصار لينا كلنا. قبل ما نقول بقى، يعني زي كل مرة كده، تعالى نربط حضرتك شوية على أرض الواقع. فاكر لما تكلمنا عن كأس العالم وكنا فرحانين بالأداء الدعوي ومظاهر الإسلام في قطر، وسمعنا زي كل الناس عن إشهار عدد كبير من الناس أشهر إسلامهم؟ في ناس بقى تقول لك يا عم الشيخ مش لكل مقام مقال، الناس راح تتفرج على كورة، ينفع أمارس شعائر دينية واضحك على الناس؟ مقولة لكل مقام مقال وما يحدث في كأس العالم. هنا السؤال، هل للدعوة أولوية أم لكرة القدم؟ طيب أنا فجأة كده لقيت الإعلامي والفنان الأستاذ وجدي العرب انقلب إلى محلل رياضي.
وانا همشي وراك زي بعض وامر الله، ولو اني ما شفتش اي حاجه في المباراه لان كان عندي محاضره. فيعني لا شك ان احنا نهني اخواننا يعني المغاربه ونقول لهم الف مليون مبروك على الصعود لدور الكام دلوقتي، للربع النهائي. الثمانيه يا سيدي، الف مليون مبروك للمغاربه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم في المباراه القادمه. لكن انا ايضا وانا اهني المغاربه على هذا الفوز، انا اتمنى ايضا ان اخواننا المغاربه بل وكل العرب وكل المسلمين ان يقدموا نموذجا رائعا في عالم الرياضه وفي كل المجالات. لاني انا اقولها بكل صراحه، عندما نعطي اولويه للرياضه على غيرها من العلوم والمكتسبات، هذا فيه نوع من انواع الخلل. الامم لا تتقدم بكره القدم، نتكلم بكل صراحه، ودعنا نكون صرحاء. البرازيل والارجنتين لما بتتكلم عن كره القدم على طول اول ما يجي على ذهنك بيجي بليه، يعني بتيجي على البرازيل، بيجي مارادونا يعني بتيجي على الارجنتين، بيجي يعني اذا انت تتحدث عن رونالدو عن يعني نوعيه مهمة جدا للغاية على ميسي، إذا أنت تتحدث عن الأرجنتين والبرازيل. لكن الأرجنتين والبرازيل في مصاف الأمم، لا، ليسوا في مصاف الأمة كما ينبغي. إذا نحن نريد أن نتقدم في كرة القدم كما الأرجنتين وكما البرازيل، وأن نتقدم كذلك في كل فن من الفنون وعلم من العلوم، ولا يكون التقدم في عالم الرياضة على عالم العلم، ولا على عالم الأخلاق، ولا على عالم المعتقدات والعبادات. دي رقم واحد. رقم اثنين، وأنا أعجبني سؤالك يا أستاذ وجدي، وفيما يتعلق به، هم الناس دي راح تلعب كورة ولا راحة تدعو إلى الله جل وعلا؟ الجماعة بتوع قطر دول عملوا لنا إشكالية، إيه اللي دخل الدين في كرة القدم؟ طب بنفس الصورة الناس كلها شافت وزيرة الداخلية ألمانيا ماذا فعلت؟ أليس هذا تدخل أيضا الرياضة في الأفكار والمعتقدات؟ هذه أصلا يعني أدخل هذا بهذه الصورة. لكن أنا أقول الآن لكل مقام مقال، دي حقيقة فعلا لكل مقام مقال، والمقام هنا وإن كان كرة القدم فليس هناك من مانع من أن يعرض الناس دين الله جل وعلا على خلق الله. وخلي بال حضرتك أنا كلامي هنا دقيق جدا، هو قضية عرض الإسلام، التعريف بالإسلام، وهذا هو الذي يقوم به الشباب في داخل قطر، قضية عرض الإسلام. لم نرى أحدا مثلا أجبر أحدا من هؤلاء على أنه هو إذا أردت أن تدخل الملعب فادخل بقدمك اليمنى وسم الله تعالى، وإذا أردت أن تلعب فاقرأ الفاتحة، وإنما ما لم يقل هذا أحد، وإنما هم بيعرفوا الناس الإسلام. صورة جميلة جدا لما شفنا يعني بعض الفتيات يرتدين الحجاب يعني من داخل أوروبا، والله ازددنا جمالا وبهاء، وأهل قطر لهم في ذلك أسوة حسنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي أتت إلى مكة المكرمة، جاءت من الخارج، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم ويعرفهم بالإسلام ويطلب منهم أن يحملوا دين الله جل وعلا إلى خلق الله. لذلك أنا أقول ما قام به أهل قطر أمر يحسب إليهم في هذا المضمار. أن قبل كده قلنا إن في سلبيات وفي إيجابيات، نعم هناك سلبيات، وسلبيات ربما تكون سلبيات كثيرة، لكن هناك إيجابيات. الآن دلوقتي أنا أتخيل لو أن كأس العالم ده كان في دولة تانية، دولة عربية تانية أو دولة إسلامية تانية، ولن أذكر أسماء، ربما ردوهم إلى الفراعنة الأوائل، ولا ربما ردوهم إلى جدهم الأكبر هناك، أبو جهل أو أبي لهب باعتباره أنه الجد الأعلى. أنا أقول هؤلاء صحيح ربطوا بين أمرين، بين قيم العروبة وشيم العرب، وبين كذلك مبادئ الإسلام. أنا أقول شدوا على أيدي إخوانكم في قطر وقولوا لهم جزاكم الله خيرا. وأنا أقول بأن الفريق الرابح ليس هو المغرب، وليس يعني هو أي فريق من الفرق الأربعة التي شاركت الدول العربية الأربعة، أو حتى أكثر من الأربعة الدول الإسلامية كالكاميرون وغيرها. أنا أقول وبكل صراحة الذي فاز في هذا هو فريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي عرف الناس بالإسلام وعرف الناس برب الإسلام. مش بقول لك بتنيمني معاك، بتخليني أسرح في الكلام الطيب الجميل ده، مش هقدر أكمل معاك في كده، لازم نخش على الأسئلة، لأن برضو شوية حلال أسئلة ممكن نخش على الأسئلة. أستاذ توكلنا على الله يا أستاذ، عليه توكلنا وإليه نبنا وإليه المصير. طيب سؤالنا من هولندا، للأسف أول سؤال متعب شوية، بيقول إيه صاحب السؤال؟ هناك شخص مصاب بمرض نفسي يدعى اضطراب الشخصية المزدوجة أو المعروف إعلاميا بازدواج الشخصية،
هو ده الشيزوفرينيا يا مولانا؟ والله بقى انت كده لما عملت فيها محلل رياضي وقلت لك الله اعلم، هتدخلني في علم النفس برضه اقول لك الله اعلم. طب اكمل السؤال. بيقول ايه؟ انا ما عنديش خلفيه. بيقول ايه عشان الشخصيه غريبه قوي يا جماعه. هو بيتحول لشخص اخر. ما بيكونش بيتحكم في افعاله لانه بيكون شخص اخر. وساعات اصلا مش بيتذكر هو عمل ايه الليله اللي قبلها. الشخص ده لو عمل خير او شر بشخصيته الاخرى اللي هو غير متحكم فيها هياخد حسنات او سيئات. الشخص فعلا مش عارف يعمل ايه. ادي السؤال يا مولانا، ترد عليه حضرتك تقول له ايه؟ الصوره ثابته. الصلاه على النبي صلوات الله وسلامه عليه. دعني اقول باني ليس هناك احد في هذه الدنيا أرأف بخلق الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ولذلك الإسلام لما فرض الله جل وعلا الإسلام على الناس جعل فيه حاجة نقطة مهمة اسمها العلماء بيتكلموا عنها، قالوا العقل مناط التكليف. عندك عقل يبقى أنت مكلف، ما فيش عقل يبقى رفع التكليف. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث. ايه الثلاثة دول اللي رفع عنهم القلم؟ أول واحد من الثلاثة اللي هما رفع القلم عن ثلاثة عندنا: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ الحلم. طيب، هذا المريض النفسي، المريض النفسي أولاً بينقسم إلى قسمين. قسم يذهب فيه العقل تماماً، العقل بيذهب. وهذا الشخص لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله. فتأتي عليه فترة من الفترات، هذه الفترة من الفترات تكبر أو تصغر، تطول أم تقل، بيبقى هو فيها ممكن نقول إن هو شخصية تانية تماما، مش عارف بيعمل إيه. والذي يحدد ذلك هم الأطباء، الأطباء هم اللي بيصفوا هذا الأمر. فإذا وصل الإنسان المريض، وأسأل الله جل وعلا الشفاء لكل خلق الله، يبقى في هذه الحالة هذا الشخص عقله غير موجود، فما يأتيه من أقوال أو أفعال لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها، لكن دور اللي حواليه من الناس ان هم يحيطوا به حتى لا يسيء الى غيره من الناس، لان اساءة المريض النفسي في بعض الاوقات قد تكون اساءة الى ذاته ونفسه، وقد تكون الى من حوله من الناس، فواجب على من حوله، المجتمع الموجود حواليه، المجتمع ده اللي يبدا من الاسرة ثم المجتمع الاكبر ثم الدولة والحكومة، ان يحيطوا هؤلاء حتى لا يضروا انفسهم او يضروا غيرهم من الناس. هؤلاء لا تكليف عليهم، لا عقوبة عليهم، حتى وان اساءوا او اخطاوا في حق انفسهم او في حق غيرهم. يبقى الامر فيما يتعلق الحالة الثانية، وهو مريض نفسي متعب، عنده حالة نفسية، يمر بظروف قاهرة، ده بيترتب عليه ضيق وهم وغم اللي هم بيسموه حالة من حالات الاكتئاب. ده مرض نفسي زي المرض العضوي، يعني المريض النفسي بالضبط زي واحد عنده سكر، زي واحد عنده ضغط، زي واحد عنده قلب، زي واحد عنده يعني عنده خلل معين في هرمون معين زي السكر بالضبط أو موضوع الضغط. هذا نقول أنه يثاب ويعاقب على ما يأتي عليه، فإن فعل خيرا أثيب عليه، وإن فعل سيئة يعاقب عليها، وهو يثاب أيضا على الحالة المرضية التي يمر بها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، وبالتالي نقول لهذا اصبر واحتسب واجرك عند الله تعالى. وصح في الحديث عند البخاري وعند عند البخاري وعند غيره ان حديث سيدنا عبد الله بن عباس، كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول لكده تلاميذه: الا ادلكم على امراه من اهل الجنه؟ فساعه ما يشوف يقول هذه المراه، كانت امراه سوداء، هذه المراه السوداء، ويشير اليها، حيث اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالت النبي، وكانت تصاب بالصرع، وسألت النبي أن يدعو لها أن يذهب الله جل وعلا هذا المرض. طب السؤال بقى، طب هنا بس قبل ما تكمل حضرتك، لأن أنا عارف رد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الأمر، قال لها إن شئت صبرت، إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت وكنت في الجنة. قالت بس ادعو لي ألا أتكشف. أنا آسف إن أنا سبقتك. طب النبي صلى الله عليه وسلم أليس له الإمكانية من ربه تبارك وتعالى أن يدعو لأحد فيشفى؟
لا، في عنده المقدرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ويستطيع أن يدعو، وهو خير المرأة بين ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للمرأة الخير إن شاءت هي، لأن خلي بال حضرتك ليس كل الناس يصبرون على المرض. فالنبي بيقول لها تصبري وليك الأجر العظيم عند الله تعالى، ولا أدعو. معنى كلام النبي أنه لو دعا لكشف الله جل وعلا عنها هذا المرض. لكن قال للست إيه رأيك تخليكي من النوع الثاني اللي هو يصبر ويرضى بقضاء الله وقدر. خلي بالك ده اللي هنا المعنى، الصبر مع الرضا بقضاء الله وقدره. والرضا بالمناسبة أعلى مرتبة من الصبر، الرضا دي درجة أعلى 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 فوق الصبر بمراحل. لأني أنا أصبر ده شيء، ولكن مع صبري أتمنى من الله جل وعلا أن يصرف هذا البلاء. أما الرضا فأن أترك نفسي مع الله جل وعلا يفعل بي ما يشاء هو، فأترك يعني أنا أخلي إرادتي للمريد الأعلى سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. طيب هرجع بقى للسؤال اللي قبليه، وناخد من جملة لكل مقام مقال. يعني أنا كمغترب أعمل على أكل عيشي بس يا أستاذ يا دكتور أكرم، ولا ليا دور آخر أعمله؟ يا أستاذ وجدي، الراجل زمان كان الزبرقان بن بدر ومعاه الفرزدق، وبعدين واحد هاج الثاني فقال له دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واجلس فأنت الطاعم الكاسي، واجلس فأنت الطاعم الكاسي. نعم. فعرض الكلام ده على سيدنا عمر بن الخطاب، فعمر بيقول يعني ايه المشكلة، وبيقول لك اقعد وانت هتاكل وهتشرب. فلما عرض الأمر على يعني الناس بتوع النقد والأدب، وعمر كان من هؤلاء، لكن عمر يريد أن يستشهد من الناس، قالوا لا، ده من أقبح ما يصب به الإنسان، إن هو يبقى قاعد واكل وشرب وبس. كون الإنسان تبقى وظيفته الأكل والشرب فقط، دي وظيفة الحيوان أعزكم الله. ولذلك قال ربنا جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الحيوان عارف غايته في الحياة إيه. وبالتالي الإنسان اللي هو قاعد بياكل ويشرب ولا يعبد ربه، هذا كالحيوان. طب اللي بيعبد ربنا باعتبار صلاة وصوم، هذا اكتفى بجزء معين من العبادات اللي بنسميها العبادات اللي هي اللازمة، يعني صوم النفس، صلاة النفس، عمرته لنفسه، حج لنفسه، اعتكافه لنفسه. لكن أما تيجي تتكلم بقى على قضية الدعوة إلى الله، دي وظيفة الكبار، وظيفة العظماء. ولذلك قال تعالى على يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة يوسف، قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي سورة فصلت قال ربنا جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما فيش حد أحسن من هؤلاء الدعاة. وبالتالي لا، ليس هناك من مانع أن الإنسان يتحرك ويدعو، ولا تعارض بين رسالته الأساسية وبين لقمة العيش. لكن ينبغي أن يوازن، لابد أن تكون هناك الموازنة. لقمة العيش مطلوبة لي ولمن حولي من الناس، فليس مقبول إن أدعو الله جل وعلا وأنا لا أجد جار البيت، وأنا لا أجد مثلا ما أطعم به أولادي ولا زوجتي ولا أبي أو أمي إذا كانوا في يعني تحت رعايتي. إذا لابد أن نوازن، فالدعوة تأخذ حقها ووقتها، وكذلك الواجب الدنيوي المطلوب علي تجاه زوجتي، تجاه أولادي، تجاه أبي، تجاه أمي، تجاه إخواني أخواتي يأخذ حقه كذلك. بارك الله فيكم. طيب السؤال الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أن الفتوى أمر عظيم وكثير من الناس وأعلم أن كثيرا من الناس يريد الفتوى على هواه، لذلك أقوم بشرح السؤال بقدر المستطاع حتى تكون الفتوى أكثر دقة ومنفعة للجميع. بعض الشباب يريد الإقامة بالدول غير الإسلامية ولا يستطيع العودة إلى بلده، ويريدون الزواج من أجل الإقامة أو من أجل العفة. السؤال، هل يحق لي الزواج من أي فتاة سواء مسلمة أو غير مسلمة؟ وما هي شروط الزواج من فتاة مسيحية أو يهودية أو غير ذلك؟ ده السؤال الأولاني. نعم، يبقى السؤال الأولاني يتعلق بالزواج من غير المسلمة، مش كده؟ أيوة. طيب أولا دعنا نقول بأن الأصل كل دين وكل ملة وكل شرعة بيسعى، حتى كل دولة يسعى أهلها وأصحابها إلى أن يتزوج أبناؤهم وأولادهم ممن هم أقرب
في الثقافة والوضع الاجتماعي وما إلى ذلك. ولذلك أنت تجد عندنا حتى في 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 مصر قضية الزواج قائمة كلما كانت يعني في في من نفس الحي من نفس المنطقة، وكان زمان هذا أكثر ما يكون. حتى شاع في مثل شاع في الصعيد، كان الصعيد إخواننا الصعيد ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ أهل وجه بحري أيضا ويحفظ كل المسلمين، كانوا بيقولوا ما ينفعش يجوزوا بنتهم من حد من وجه بحري، وهم بيسموا بتوع وجه بحري بيسموهم فلاحين، فيقول لك ياكلها تمساح ولا يتجوزهاش فلاح. لا حول ولا فدي قوة إلا دي 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 كانت العادة، وما زال هذا موجود أيضا حتى اللحظة التي أحدثك فيها الآن في بعض قرى الصعيد، وموجود في بعض الدول كما عند إخواننا الكرام في أهل اليمن. لابد أن تتزوج من أهلها من أقاربها من نفس المكان. طيب القضية هنا، الإسلام لما جه اشترط قضية التكافؤ، لابد يكون في حالة من حالات التكافؤ، فالمرأة الكبيرة جدا لا تتجوز الصغير جدا والعكس صحيح، وتبقى هناك حالات استثنائية تمر مرور الكرام ويكون فيها ما فيها من النفع. لكن تبقى الإشكالية هنا أن الأصل أن المسلم يتزوج مسلمة. طيب هل يجوز له أن يتزوج غير مسلمة؟ نعم يجوز له أن يتزوج غير مسلمة، ولكن حتى غير المسلمة بنقسمها إلى نوعين: كتابي ممن أتى يتبعون كتابا معينا وهم اليهود والنصارى، وغير كتابي كالمشركة والملحدة وما شابه ذلك، فهؤلاء لا يجوز الزواج منهن. يبقى الزواج خاص الآن باليهود والنصارى اللي هم جالهم كتاب، اللي هم بيؤمنوا بنبي. طيب ما شروط هذا الزواج؟ شروط هذا الزواج رقم واحد أن يتأكد أن هي كتابية فعلا، مش مجرد أن هي أصلا أبوها نصراني أو أبوها يهودي أو أمها يهودية أو أمها نصرانية أو مكتوب مثلا في جوازها إذا كان يكتب في الجواز الديانة. لا، لابد أن يتأكد أن هي فعلا نصرانية، أنها تؤمن بنبي الله عيسى، أنها تؤمن بنبي الله موسى، أنها تؤمن بالله سبحانه وتعالى. حتى وإذا كان هناك نوع من أنواع الانحراف يبقى أن تتوفر فيها الكتابية، لأن الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات قال الله جل وعلا في سورة النساء: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى دي رقم واحد، أوتوا الكتاب. رقم اثنين أن تكون محصنة. محصنة بمعنى إيه؟ كلمة المحصنات، المحصنة في القرآن لها أكثر من معنى، من ضمن المعاني اللي هي المحصنة أي المتزوجة، ومن ضمن المحصنة أي العفيفة، العفيفة الطاهرة. ولذلك قال ربنا جل وعلا في سورة النور: إن الذين يرون المحصنات، المحصنات هنا مش بمعنى المتزوجات وإنما بمعنى العفيفات الطاهرات، ولذلك لابد أن تكون عفيفة. والشرط ده بالمناسبة لابد أن يكون متوفرا في المسلمة وفي الكتابي. يبقى الشرط الأولاني أن تكون كتابي، الشرط الثاني أن تكون عفيفة محصنة في الكتابية وفي غيرها، الشرط الثالث ألا تكون معادية للإسلام. فإن كانت كتابية وكانت عفيفة لكنها معادية للإسلام، تحارب دين الله وشرع الله جل وعلا وتدعو إلى يعني إخصاء هذا الدين ومحاربة أهله، فهذه لا يجوز الزواج منها. رقم أربعة أن تكتمل شروط وأركان الزواج. يبقى أركان الزواج لابد أن تكون موجود، بمعنى أن يكون هناك مهر، بمعنى أن يكون هناك ولي، بمعنى أن يكون هناك شهود، بمعنى أن يكون الزواج قائم على الديمومة والاستمرارية. فلا يكون الزواج إن هو يتجوز النهاردة أو يطلق بعد شهر أو شهرين أو ما إلى ذلك. إذا توفر ذلك فليس هناك من مانع أن يتزوج الإنسان امرأة كتابية، وإن كان كما قال الفقهاء، كما قال الفقهاء الأولى والأفضل والأحسن للمرء أن يتزوج امرأة مسلمة تعينه على دين الله وعلى تربية أولاده إن شاء الله. أنا هاخد الجزئية اللي قبل دي، يعني طبعا جميل الواحد يتزوج امرأة مسلمة تعينه على تربية الأبناء على الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وإلى آخره. لكن حضرتك قلت دلوقتي هقول لك في شباب آخرين مش عايزين، يعني لا يستطيعون العودة أو الرجوع إلى بلدهم ويريدون الزواج للإقامة فقط، للإقامة فقط، حضرتك الشروط اللي قلتها على صحة الجواز أو عشان الجواز المهر والولي والشهود ويكون في يعني استمرارية إن احنا ناويين نستمر إن شاء الله، لكن ربنا حصل أي حاجة بنفترق مثلا، فما هو حكم الشرع في هؤلاء؟ دول الشباب اللي هم مسافرين في دول أوروبية. أيوة اللي بيضطر إنه عايز يتجوز عشان الإقامة. طيب دعنا يعني نقسم وخلينا نقول بقى إن احنا مبدأنا هنا في الحكم أو في إصدار الفتوى لابد من التفصيل.
حتى لا ياتي احد وياخد يقول لك ده الاستاذ وجدي استضاف الدكتور اكرم والدكتور اكرم قال كذا. لا لا لا، خلينا نفصل، لان احيانا التفصيل بيروح الناس. طيب، هل الزواج، اولا هل الزواج الذي يتم هذا تتوفر فيه الشروط ام لا؟ بمعنى زي ما قلنا الشروط قبل كده، في مهر، في ولي، في شهود، في ايضا نيه الاستمراريه. فاذا كان زواجه بهذه الصوره هو يتجوز فعلا من اجل الاقامه، لكن شروط الزواج متوفره. بس النيه، بس النيه دكتور اكرم هنتكلم عن النيه. طيب، ما على فكره يعني قضيه النيه هنا قضيه مهمه جدا، وجزاك الله كل خير. ماذا لو ان الانسان اضمر في نفسه ونوى في نفسه ان زواجه من اجل الحصول على الاقامه او الجنسيه؟ يبقى النوع الاولاني اذا توفرت الشروط هيتجوز عشان عايز يتجوز، وفي نفس الوقت عايز ياخد الجنسيه، هذا زواج صحيح ولا شيء فيه. طيب، ماذا لو اضمر في نفسه ان يتزوج زواجا من اجل الجنسيه، اللي هو هنسميه زواج مؤقت، وساعه ما ياخد الجنسيه هيقول لها سلام عليكم وعليكم السلام. هذا الزواج عند جمهور العلماء صحيح، ولكني أميل، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكني أميل إلى الحرمة، إلى من قال بالحرمة أقول بالحرمة. هذا الزواج بهذه الصورة، واحد راح يتزوج بنت أحد معين أو أخت حد معين، ونيته في الزواج أن يطلق بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، عند الحصول على الإقامة، عند انتهاء فترة إقامته في هذه الدولة أو إلى آخره. أقول أن هذا لا، يعني حرام 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 حرام. ليه؟ لأن هذا أصلا فيه نوع من أنواع الغش والتدليس. أنا أخلي الإنسان يتصور أنه راح تقدم لبنت فلان أو أخت فلان، وهي خلاص أشيع أنها زوجة وأنها تزوجت، وهو يضمر في نفسها أن يطلق بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. هذا غش، هذا تدليس، لأنه حولها من امرأة بكر إلى امرأة ثيب، أو من امرأة ثيب متزوجة إلى امرأة مطلقة. فهنا هناك، والإسلام قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فهذا زواج قائم على الغش والتدليس والخداع، والإسلام حرم ذلك. ثم تعال لننظر ونقول، أين هو قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام أنكحوا؟ هذا ليس نكاح، هذا صورة من صور الغش والتدليس. عندما يقول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا ليس زواج في هذا الأمر. الزواج أما ربنا يقول هن لباس لكم، ويتكلم عن الدفء، عن العلاقة الحميمية، يتكلم عن الحب والرحمة والمودة والسكينة والطمأنينة، يتكلم عن يعني أهداف موجودة في الزواج، وهذه غير موجودة في هذا الزواج بهذه الصورة. رقم ثلاثة، لما تقرأ قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بالله عليك يا أستاذ وجدي وإخواننا الحضور المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، هل لما ربنا يقول وعاشروهن بالمعروف، هل الزواج أما أتجوز وأنا في نيتي من جوه إن أنا أطلق بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد ما أحصل على الزواج، بعد ما أخلص الدراسة بتاعتي وأقول لها سلام عليكم وعليكم السلام، هل هذه يعني معاشرة بالمعروف؟ لا، هذه معاشرة بالخداع والكذب والتدليس، وهذا حرمه الإسلام. يبقى بقى أمر آخر، وهو إن الإنسان الشاب ده أصلا هو رايح يتزوج، لا زواج ولا غيره، ده هو بيروح لواحدة ست كده يقول لا أنا عايز أخذ الجنسية، والموضوع هدفع لك مبلغ وقدره من أجل أن يحصل على الجنسية. هذا لا يعد زواجا، هذا لا يعد زواجا أبدا، ده بيسموه زواج مصلحة، حتى هنا بيسموه زواج المصلحة أو زواج الجنسية أو زواج الورق. شوف هم قيدوه يا أستاذ وجدي، شوف التقييد هنا أخرجه عن حقيقة الزواج، أخرجه عن طبيعة الزواج. ده يقول لك زواج ورق، ده زواج جنسية، ده جواز إقامة، إذن هذا ليس زواجا. وبالمناسبة هذا الزواج في حد ذاته هو أيضا مخالف لقوانين بعض البلاد أو معظم البلاد الأوروبية وأمريكا كذلك. فإحنا نحن نقول ينبغي على الإنسان إذا دخلت هذه البلاد وتلك الديار وقالوا لك إن أنت هذا الأمر إما أن يكون زواجا حقيقيا وإلا فلا، فالإنسان عليه أن يلتزم بقوانين هذه البلاد وإلا فليرحل إلى بلد آخر. دلوقتي يا دكتور أكرم، له ظروفه وله أحواله التي تجعله يلتزم بما أملي عليه. احنا قدامنا 3 دقائق وننهي فيها نقول شعر النهارده ولا أي حاجة ولا ختام، هنختم بحضرتك. فعندي كام سؤال سريعا محتاج إجابة مختصرة.
تحياتي لبرنامج في المهجر. ما معنى صلاة الضحى؟ ما معنى صلاة الضحى حين ترمض الفصال؟ نعم، حين صلاة الضحى حين ترمض الفصال، هنا الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، وترمض يعني بمعنى أنها وقت الحرارة حين تشتد الحرارة. وكما لا يخفى على الجميع أن الجمل أصلا الجمل بيتحمل درجة الحرارة، وهم بيسموه سفينة الصحراء، لكن الجمل الصغير اللي هو ولد الناقة اللي لسه مولود، لسه قدمه لم يتعود على هذه الحرارة، فهو لا يستطيع أن يكمل مشواره ومشيه خلف أمه عندما تشتد. الوقت الاشتداد ده بيكون امتى؟ بيقولوا ان وقت الاشتداد عند مضي الربع الاول من النهار. النهار بينقسم الى قسمين، من وقت الضحى الى وقت الزوال، يعني وقت الظهر، هذا النصف الاول، والنصف الثاني من وقت الزوال الى وقت الغروب. خلينا في النصف الاولاني، من وقت الضحى الى وقت الظهر اللي هو تقريبا، مثلا لو افترضنا ان الفجر على الضحى على الساعه 6 الشروق والظهر على الساعه 12، يبقى وقت بقى اللي هو تشتد فيه الحراره في الوسط ويزداد بعد ذلك، لكن عندما يشتد خلاص هذا ممكن تقول في المنتصف، يعني في حدود حوالي الساعة 9 مثلا. أنا ليس هذا بالإطلاق في كل الدول، لكن أنا أعطي مثال في المنتصف، فهذا أفضل أوقاتها، ليس بعد الفجر مباشرة، وليس كذلك بعد عند الزوال أو قبل دخول وقت الظهر. طبعا عندنا لسه أسئلة كثيرة جدا، يعني ما حكم من يترك السنة؟ وأرجو الدعاء للحاج رحمة الله عليه عبد البديع العربي، أبوه يعني. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يغفر له ذنبه، وأن يتقبله في عباده الصالحين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا يسعنا في النهاية إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم كساب على هذا اللقاء الممتع حقيقة، وإن كنا لم نستوفي العديد من الأسئلة. أنا كان لسه قدامي 4-5 أسئلة، يعني الحقيقة ما لحقناش، لكن بإذن الله وعد إن شاء الله بإذن الله نستكمل هذا اللقاء الثلاثاء القادم إن شاء الله. وصلنا معكم لنهاية الحلقة، تأكدوا وتيقنوا نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شكرا للكنترول كله، زي ما شكركم الدكتور أكرم في البداية، شكرا لكل الناس اللي كانوا معايا امبارح وأول امبارح، والإخراج والمونتاج والمكساج والأوتوكيو والصوت والإضاءة والتصوير، كلهم الحقيقة ربنا يخليكم، ما من نعمة لنا إلا من الله تبارك وتعالى، ثم المجتهدين وناس. شكرا لكم، ولو عايزين نقول مهما شفنا هقول مهما شفنا، ومهما شفنا يا بلدنا انت روحنا وانت زادنا وكنزنا ومنار ولادنا، يا بلدنا مشتاقين، انفضي عنك ترابك، افتحي فوشوشنا بابك، واحنا هنخفف عذابك مهما كنا تعبانين. امنا وغاليه علينا بقلبنا وجوه عينينا، نفسنا نشبك ايدينا واحنا راجعين فرحانين، نفسنا نرجع لحضنك نرتوي من عطر ارضك، عشقنا وحاسين بنبضك. ليه نعيش متغربين؟ ليه نعيش متغربين؟ ليه نعيش متغربين؟